السلام عليكم، رجعنا مع فاينل فانتزي. الان راح نروح للمكان اللي فيه اكس هذا. زين، تلف على اليمين راح تلقاه ستير هاوس رقم 5. اوكي اعطاك الجائزة. الان هني طبعا هذا الباب، الاكس موجود، ممكن تطلع خريطة. الباب الثاني تبي تفتحه كيف؟ الان فتحنا هذا، طبعا هذا راح يودينا مكان نفس المجاري، لكن بعدين راح يسكر هذا، راح يسكر المنطقة هذه، ما فيها شيء، ما فيها صناديق. الان ندش هذا. اوكي، قدامنا 12 صندوق تقريبا. هذا القرمستري، طبعا هذا الباب الرئيسي، بما ان طلعت البوابه. قرماستي ووتر واي. اوكي، هذه السيف طبعا. المهمة هذي بروحك. المهمة هذي بروحك. فالآن الفيران طبعا فار. ما في عندي شيء كثير يعطيك، ممكن تقتله على طول. في صندوق هناك آخر شيء، هذا صندوق بوتمان. الان البيستيري، هذا الكلان البيستيري. اوكي، اللي هي طبعا هذه مهمة الصيد اللي اخذناها، التكستيرا في المقطع السابق. داير هارت يبون واحد، طبعا الرقم الموجود جنب اللي مثل ما قلنا سابقا، لازم ارجع للجز دبلين. طبعا اكيد راح نمشي، لازم 5 من الارنب وثمانية من الحية، سليفين 3 لازم تقتلهم علشان تعبي البيستيري اللي هي الوحوش كلها اللي في اللعبة. مهمات الصيد، مهمات الصيد الجانبية، مهمات صيد الاليت مارك المونت بلانك، مهمات الصيد اللي في فون كوست 30، مهمة صيد الزعماء الوحوش اللي يجونك في المهمات العادية لما تمشي في المرحلة، سواء كانوا جنود سواء كانوا قضاة، في جدج كثير راح تقابلهم سواء كانوا بشر وحوش وكذا، كلها لازم موجودة. الآن باقي لنا فار، راح نشوف الآن شنو موضوع البيستيري هذا، ليش حاطين فار الآن أخذناه. طيب راح نرجع حق البيستيري، راح نلقى إن فيه واحد ولع، معناتها الفار راح يعطينا شرح عنه، صفحتين الفار، وراح يعطينا رات تيل. هذا من أهم الأشياء اللي ممكن تأخذها منه، الرات تيل. زين، وبعدين تكمل طلع الخريطة عشان تعرف وين بتروح. الآن المكان الثاني في صندوق، آخر شيء في صندوق كذلك، هذا الصندوق بوتون كذلك. زين، أنا بحاول أسرق واحد منهم. شوف، أخذنا رات بيلت، أخذنا أوكي فايرستون ممكن تبيعها فيما بعد. زين، الآن أمامك. أوكي، هنا في صندوق كذلك. طبعاً إم بي، تأخذ إم بي واحد إكس بي حق الليفل. طبعاً آي دروبس، هذا طبعاً بما إنه شيء جديد ستيلينج فحاول تسرق منه. بات فانج. أوكي. طيب أخذنا ويندستون على اساس انه ارويكم كل شيء. اقدر امشي انا، اقدر، لكن ابي اخذ كل الصناديق. ما في صناديق هني تقريبا.
ما في صناديق، صناديق في الأمام، في اثنين. أوكي خلصنا هني كل شيء، فنكمل الآن مع الطريق هذا. في صناديق أمامكم الآن، هذا صندوق. أوكي أنتيتود حق السم، حاول نسرق من ستيلينج هذا، ما يبي يعطينا شيء. أوكي مو مشكلة، نقضي عليه، والرات نقضي على الرات، فتكمل طلع الخريطة وتكمل. أوكي. ما في شيء ورانا. أوكي الرات نكمل هني. المنطقة هذه فيها مهمات كثيرة، مهمات يعني، وزعماء راح يجونك هني، مهمات صيد، فالواحد لا يستعجل. انا عن نفسي ماني مستعجل، قاعد العب على راحتي. انا ما عندي شيء اسويه بعد ما انهي الشريط باللغة العربية، انا انهيته باللغة الانجليزية، لكن طبعا ما انهيت كل شيء، لا زالت فيه صندوق. طبعا هني هذا صندوق فينيكس داون. طبعا هذه تعطيك اكس بي، تعطيك ال بي حق النقاط اللي تستخدمها في اللايسن. طبعا هني اوكي طلع الخريطة عشان نكمل. ما في شيء هني، نكمل الان مع الطريق هذا. اوكي ما في شيء هني، نكمل هني، ننزل تحت. اوكي نكمل هني. الان كل شو اسمه على اليمين كلهم فيهم صناديق، ثلاث اماكن على اليمين فوتون زين. السمكة طبعا ما قلنا اللي عليها سهم اخضر ممكن انك تعديها، لكن بما انها حيوان شغلة جديدة فنحاول نسرق منه. فيش سكيل بعدين. اوكي سرقنا منه فيش سكيل، واخذنا منه فيش سكيل. الانتيدوت حق السم، سمكة ثانية اشتين نسرق منها عادي. فيش سكيل نقتلها بعدين. اوكي الخانة الثالثة ما فيها صندوق، نكمل نكمل الآن. نكمل الآن. حاول نسرق منه، ما أعطانا شيء مو مشكلة. بعدين عاد في شغلة مهمة لازم نجيبها، ثيف كف، الثيف كف، قفازات اللص هذه مهمة جدا. صندوق كذلك، يعني يا فلوس يا انتدود يا ف، يعني ما هو ذاك الشيء اللي اوكي نكمل. مثل ما قلت هني المكان راح يكون هني صندوق كذلك. 87 قل، بعض الناس يقولون المهمة شلون اخلصها بعدين، شيء لازم نشوف شنو نسوي، وين نروح، شلون نطور شخصياتنا بعدين. لاحق لاحق ان شاء الله. بعض الناس مو عارف اي وظيفة اصلا يعطيها حق اي لاعب، لا لازم تعطي كل لاعب الوظيفة اللي تصلح له. صندوق كذلك في النهاية، صندوق رقم 11 ريميدي زين حق ازالة اي اشياء. طبعا الطريق من هني، في صندوق على اليسار، هذا صندوق ولعت. شفت علامة استفهام؟ يعني من أول ما جينا من هني شوف شوف ولعت استفهام، يعني من قبل أشوف في استفهام، في استفهام يعني أخفف السرعة ما أستعجل أشوف شو فيه.
في صندوق أخذته. أوكي أخذنا كل الصناديق تقريبا، ال 12 صندوق كلهم أخذناهم. في صندوق أخير بوتون كذلك. أنا ما أدري إذا في سيف فوق أو لا، ما أدري والله. تصعد فوق. نصعد فوق عشان نحفظ وناخذ خريطة المكان اللي هو طبعا The Palace Treasury، الخزنة طبعا. مقطع يعني، نشوف المقطع ولا نخليه؟ بعض الناس يقولك لا بشوف شو بعرف شنو. راح نشوف، في ناس راح ينزلون الآن وراح يواجهون بالصدمة، وبعدها راح طبعا اللي لعب قبل عارف شنو هالناس هذول. شنو هدفهم؟ شنو يبون؟ شنو علاقتي فيهم؟ هذا راح نعرفه في المقطع الجاي. الآن هذا المكان تريجري، الخزنة أو الخزينة، ذا رويال بالاس في رابن ستريت، طبعا القلعة، القصر، القلعة الملكية. زين، أول شيء الخريطة هذه يورن دائما راح يجيك في كل هذا شكله. هذه الخريطة حقت ال هذه طبعا، وانضافت للخريطة والسيف. الآن لو تفتح الآن الخريطة قدامك، طبعا لو تفتح الباب راح ينفتح لك طبعا على طول، لكن شوف يمين يسار ممكن في شيء طايح شيء. طبعا تبي تنزل تحت ممكن تكمل تنزل تحت ما اوكي، لكن مشكورين على المشاهدة، راح نكمل في المقطع الجاي شلون نتخطى الحراس، شلون نوصل الخزنة، الناس اللي وصلت هذه بعد الشراخيات والمفرقعات شنو علاقتي فيهم، شنو راح يصير، نشوفه في المقطع الجاي. مشكورين المتابعة وجزاكم الله خير. مع السلامة.